تقرير لكاميرا التاسعة داخل أو من محافظة الشرقية، حقول دوار الشمس، ودي الحقول المحصول الأشهر والأغلى في الأسواق المصرية. تعالوا نشوف مع بعض ونرجع لفقرتنا عن التغيرات المناخية وأنواع جديدة من الزراعات اللي المفروض العالم كله ينتبه إنها قادمة. محصول عباد الشمس في الإدارة الزراعية بالحسينية تم زراعة 6000 فدان على مستوى الإدارة الزراعية بالحسينية، وده عباد شمس زيت عباد شمس تسالي، ولكن الدولة بتناشد على زراعة عباد الشمس الزيتي، وعملت ندوات إرشادية في المقر الإرشادي الحنان بالحسينية على إن هي تزرع عباد شمس زيتي مثل عباد الشمس الزيتي والفول الصويا والسمسم والذرة، وزعت عقود عشان المزارع يتعاقد مع الشركات عشان الشركه هي تكون ما ايه تاخد الايه المحصول بمبلغ معين. طبعا محصول عباد الشمس بدا زراعته من 4 سنوات تقريبا، وتدريجي من سنه واثنين وثلاثه بيزداد المساحات في زراعه عباد الشمس، وده يدل على انه محصول ناجح للمزارع. كل سنة والتانية تزداد المساحات هنا عندنا هنا في المركز، لأنه محصول سهل وانتاجيته حلوة، ومش كده بس، محصول عباد الشمس أنه بيحسن الأرض للمحصول اللي بعده. العبادة نوعين، في نوع التسالي ونوع للزيت. نوع الزيت انتاجية قليلة بسيطة، وتسويقه نلاقي فيه مشاكل، ما عرفش نسوق. اتجهنا للنوع اللي هو التسالي، ده انتاجيه اعلى، فدان بيجيب من طن ونص ل 2 طن، وبنسوق اكتر من واحد بيشتريه. فالفلاح طبعا عاوز لمصلحته. فالنوع ده يعني الارض بتحتاج يعني خدمه من اول ما تبدا الارض، في تسويه الارض وحاره الارض وحط الاسمده وحط الكيماوي. وحيجي جمعيه زراعيه هنا حدانا والاداره الزراعيه بتوفر لنا الكيماوي احنا عاوزينه بصراحه. ما اسمعش كلام حد تاني، الكيماوي احنا بنعوزه بنلاقيه. تكلفة عباد الشمس هو مش مكلف زي المحاصيل الأخرى، هو بالنسبة للحرث والتجهيز والأسمدة والكلام ده كله مش بيحتاج أكتر، مش مجهود. ولكن إحنا كل اللي أنا بطالبه برضه بعيد إن الدولة تدعم الفلاح في عباد الزيت بالذات، لأن الزيت مطلوب، سلعة استراتيجية مطلوبة للدولة، فلازم الدولة تدعم السعر، تدور على الواحد اللي هو هيستلمه من المزارع. بيتم زراعة محصول عباد الشمس بعد القمح، بعد محصول القمح، ودي تعتبر العروة الناجحة، لأنه بيحتاج درجة حرارة طبعا عالية زي القطن وزي أي محصول تانية، لكن هو مش من المحصولات اللي تحتاج درجة حرارة منخفضة، ولذلك احنا بنفضل زراعة العروة البدرية دي في الإنتاج وفي السعر وفي التوريد.